صباح الخير شيف. صباح النور. يعني ما يكون هم عليك بس. والله أنا كنت مضايعك، رحت على اليابان وجيت. لكن وجود البلاد وهالمطابخ العالمية اللي عم بتكون هي بتخدمكم كمان لتعملوا فيوجن بالأكلات، مظبوط؟ صحيح صحيح 100%. اليوم مطبخ ياباني 100%. شو اليوم؟ البيف ياجيتوري. اوكي. الياجي هو بس كيف نحن الشيش عندنا بنقله بلبنان. أوكي. شيش الخشب. أي. هن الياجي يعني الشيش. اوكي تمام. اوكي. وفي عندنا لحمه الانتريكوت كمان هن بقصوها بطريقه سلايسات، يعني كيف نحن بنقص الشاورما سلايسز. أي. اوكي كرمال تستوي دغري، لان أي. عندهم ستيلهم هن بحطوا المنقل الصغير يعني تقريبا هي اللوحه بشون هيك على مينوت هيدا التام اللي عندهم يعني. بقى هيدي الاكله هي هيك رح تكون. شو النقعه طبعا؟ نقعه اكيد في عنا الأويستر، الصويا، رح نعم نستخدم كمان البينات باتر، وفي عنا السمسم الأسود والسمسم الأبيض وزيت السمسم. وزيت السمسم هذه ما بتكمل إلا بوجود زيت السمسم. وراح في عنا جنجر والفليفي والبصل، رح نعمل قلية منهم كمان ندمجها مع الصوصات. وفي عنا كمان الفستق الناي. تمام. أوكي كمان رح حطهم آخر شيء هيك على وجه الطبق. أوكي. وأكيد رح نعمل الرز البسمتي معهم، رح يكونوا هن سكيورز وياجي رح نقول لهم اليوم، رح نقول سكيورز كمان. ايه. وفي عنا فكرة حلوة فعلا. في شيء بعد هوني؟ وفي عنا الديسير كمان البانكيك الياباني، البانكيك الياباني اللي كتير اللي بيرفخ. أكيد هو من وراء الزلال الفاصل عن البيض عن بعضه. أوكي. الأصفر عن الأبيض، هن الاندماج الطريقة نخفقها فيهم، هن رح يعملوا هيدي الفوم. كثير حلو. هو اللي أكلتنا اليوم. يلا تمام، لكن رح أتركك مع المشاهدين ونرجع من الأكشن. يعطيك العافية. صباح الخير. مثل ما حكينا اليوم الياجيتوري رح يكون مطبخ الياباني. كل مطبخ عنده تقاليده، بقى هن هول التقاليد تبعولن. هيدي الأكلة بالذات لازم يكون فيه الشاش موجودين، أكيد اللحمة فينا تكون لحمة دجاج أو سمك، وفي عنا الكرات، أكيد الكرات هي أساسية، كرات كمان ضروري تكون أساسية بالأكلة، وفينا نشكهم أو فينا نعملها قلية مع البصل والفليفل والجنجر. هلا هول الأساسيات. والصوص اللي رح نعملها مثل ما قلنا رح يكون فيه الأويستر، الصويا، البينات باتر، عنا السمسم، عنا زيت السمسم، وفي عنا كمان الفستق رح نحطه على وجه آخر شيء. فينا نحمصهم، فينا نقليهم، فينا نتركهم نيين، كل واحد اختياري كيف بحبهم، ما في مشكلة. هلا أول شيء رح بلش أكيد بالقلية، رح أقطع البصل والجنجر والفليفلة والكرات، رح أقطعهم ونرجع أقطع اللحمة ونرجع بنعمل صوص ونرجع كمان بنطبخ رز، أكيد رز الأبيض ضروري ندخل شي نشويات مع هالأكل. خلينا نبلش هلا. أول شي في عندي البصل اليابس قدامي، حبتين من البصل، رح نبلش نقطع طريقة كوارتر، ما بدي هون ناعمين ناعمين ولا كتير كبار. نصف الطريقة جمعهم حدي هون، بلش نعملهم القلية، زن بصل، فليفلة حمراء، الجنجر والكرات، هول الأربع أيتم قادرين ننطلق منهم كرمال ناخد النكهة الطيبة. خليني احط انا هون شوية زيت زيتون تنحمر مقلاية. هيدي الكرات اكيد هي من فصيلة البصل الاخضر، الكرات والكرافس. جنجر الفريش كمان رح اقطعها اثنين، بدي اشيل القشرة عنا الكفر. نرجع نقطعها كمان سلايسات صغار، اعطينا نكهة كتير طيبة مع الأكلة. مكونات هيدي الأكلة مثل ما قلنا، بدنا الجنجر الفريش، الفليفلة الحمراء،
البصل اكيد شقفه لحمه فيها تكون الانتريكوت. الانتريكوت اليوم جايبينها لانه بالشوي على طول انتريكوت هيك مدهن شوي طيبه. طريقتها فينا هلا نقليها على كل الميلات. كيف نعمل روستو بالبيت؟ فينا نقليها بالمقلية على كل الميلات، اكيد بنحط لها مطيبات معها، بنرجع فينا نقطعها سلايسات وبنرجع بنشكها وبنرجع بنحطها على الباربيكيو. يعني في لها بروسيدور الانتريكوت هيك تنشتغل فيها مش غلط. هلا كل شيء رح نطبقه قدامكم، مطيبات صاروا قدامنا. تننطلق بهالأكلة بدنا مثل ما قلنا صويا، البينات باتر، الأويستر، يلا هيدي الجينجر سامشي حاله. هلا ننظف قدامنا، نشيل الكفر تبعولها. اكيد الجينجر بس بدنا نستخدمها اكيد بنغسلها قبل، اذا معلق عليها شيء من برا نتاكد ما يصير فيه اي كونتامينيشن مع هولي. البصله فرمناها، هلا خليني بس احط على جنب اللحمه هيك تبين كل شيء. هول الكرات كمان قطعناهم. هلا بدي اقطع جينجر الفري. قد ما فينا نصغرها قد ما احسن لانه قويه الجينجر. حط بطريقه سلايسات صغار. اكيد بس تكون بهالطريقة بتدوب بناخد النكهة وصير مقبولة بالاكل، لانه اذا كانت حبة كبيرة بتطلع كتير قوية. فاذا هلا برجع بذكر عم نعمل قلية تبع الصوص اللي بدنا ننطلق منها للياجيتوري. الياجيتوري اكل يابانية، الياجي يعني مثل ما قلنا شيش، كيف شيش الخشب عنا هن هيك بسموه. هلا هول تقطيعات، هلا الفليفله برجع بقطعها بس كون عم بقلي. هلا رح نبلش. اول شيء رح احط الجينجر، بيرجع البصل مباشرة وراهم. هيدي الكرات كمان ما حطينا الثوم اليوم لأنه الثوم قاسي ما بيلبق معهم. بزن هول الفليفلة حطهم جهزوا انا حدي كمان. هلا بانتظار الآلية تيتقلوا مع بعضهم رح انا دغري انتقل هون على الميكسر تا هالمكونات كلهم يلي بدي انطلق منهم رح بالميكسر اضربهم كلهم مع بعض. بلش بالصويا، كوب من الصويا القليل الملح، هاي
عنا الأويستر. عسل. زبدة الفستق. رح اخد هيك شقفة صغيرة من الكزبرة الخضراء. كمان رح احطها معهم. هلا نطحنهم مع بعض. بعد رح احط لهم نقطة زيت زيتون كرمال اللمعة عطول. او فينا نحط الزيت النباتي ما بقص. رح فرجيكم النتيجة. هيدي الصوص رح نترك شوي منه كرمال ندهن نحن اللحمة، بس رح نشكها باليوكي اللي تعبولنا اللي بالشياش يعني. نرجع الكمية الباقية رح نزيدهم مع شوية مي، رح نزيدهم رح القلية اللي عم نعمله. هلا اعطيكم حدي هون فلافلة حمرا رح زيدها لانه ما بتاخد كتير وقت تقلية. هيدي كبيرة شوي. هلا هون بالمقلاية التانية رح احط شقفة الانتريكوت. انا مثل ما قلنا رح اشويها مثل ما بنعمل الانتريكوت. كيف يعني؟ هلا بيحمى هون شوي الزيت دغري. بشيل هالشقفه مثل ما انها، رح شويها احط لها ملح وبهار، برجع بشيلها من بعد ما تنشوى، اعمل لها كفر على كل الميلات، بشيلها بقطعها سلايسات، برجع بشكهم بسكيورز هن والفليفله والقليه. ما شايفين هيدي لحمه الانتريكوت فيها الدهون منظفه، تيجي شقفة أكيد كاملة. أنا حطيت زيت زيتون، رح أشوي على كل الميلات، وطبعا رح أحط لها الملح وبهار. هلا نار اسود عليا كله.
هالوقت كمان رح غسل الرزات. انا نقعهم بالمي رح غسلهم مزبوط. طبعا بغسلهم تكبوا النشويات تبعولهم. كمان قربهم لحد انا مع هالاكل رح اقدم الرز اليوم. انا بس قلنا نعمل كفر للحمه يعني هيدي الطريقة. على كل الميلات بدنا نشويها. نرجع اكيد رح يضل قلبها ني، برجع انا بقطعها سلايسات من شكر عن كفيه لشوي نحن على المقلية قدامنا، او اذا عندكم على الباربيكيو بكون احسن واحسن. على طول الشوي على الفحم اجمل واطيب. هلا حطها هيدا على جنب. جيب طنجرة. خليني احط هيدي هون وهيدي. شوي زيت زيتون. انا نص من الملح. هالمرة رح اسلقهم سلق للرز، يعني رح احط المي، حطيت الملح، حطيت زيت زيتون. فيكن تحطوا بالمرقة، تطبخوا بالمرقة أو بالمي ما بأثر. بس تغلي دغري رح سقط الرز أنا معهم كرمال نقدمهم مع هال شقفة اللحم اللي عم نعملها الأكلة اليابانية. نرجع نبرمها على كل الميلات. هول الشاش بنجهزهم هلا للشك. ما شايفين عم شمعها كل الميلات انا. حطينا البهار، هلا حط لها رشة ملح كمان بعد. أنا بعد عنا ميلتين. نشمع على كل الميلات تستوي، على كل الميلات اكويل يكونوا باراليل على بعضهم. يعني ما فينا بس من الوجه وقفل، على كل الميلات لانه هي دجاجة مربعة. اكيد اكون مقلية حامية. هلا هيدا اخر ميلة. نرجع من بعدها بحطها انا على اللوحه قدامي بس تبرد شوي صغيره تقدر انا امسكها. برجع بقطعها سلايسات. طريقه التقطيع مش بروشات، بروشات يعني مش كيف نحن من قص اللحمه عندنا معودين عليها شقف، لا رح نقصها سلايسات لانه هن بس يشوها بيشوها سلايسات يعني بتكون كثير رفيعه وبحطوها حبوها تضل هيك جوسي يعني ماشي، يعني بحطوها على النار انجا كرمال تضل جوسي وكرمال، لانه اذا كانت اللحمه كيف نحن بنقصها تخينه بدها وقت اكثر وبيعتبروا انه بتنشف، هن هيك تقاليدهم، فاذا نحن رح نمشي نكونها كيف هن ماشيين. طبعا هلا بلش الدخنه والروايح. يلا بعد هالميله برجع بنقلها على اللوحه حدي هون. اكيد برجع بذكر انه هي ما استوت، هي بقلبها بعدها نيه، بعدها رير يعني ماشي. انا عم بعمل لها كفر كله وعم بحط لها المطيبات. هلا بحب يقدمها سلايسات تضل شقفه مثل شقفه ستيك او شقفه الانتريكوت معودين عليها بالسوق، فيكم كمان، بس الاصول بدنا اجباري نقطعها
سلايسات، فينا نعملها شقفة كبيرة ونقطعها سلايسات ونقدمها سلايسات مع الصوص اللي عم نعملها نحن هلا. هلا هيدي اللحمة تقريبا الشغل بدي اعمله فيها تقريبا خلص، رح شيله هلا لانه احط على اللوحه حدي هون، هيدي المقليه نشيله لارجع رد انا القليه اللي عم بلشت فيها اول شيء. برجع بذكر هون حطيت انا بصل، حطيت جنجر الفريش، حطينا فليفله حمراء وشوية من زيت زيتون، وعم قلبهم كلهم مع بعضهم. اكيد رح ارجع اضيف لهم هيدي المكونات اللي حطيته انا، الصوصات كلها. رجع اذكر شو هن، حطينا الصويا، حطينا اويستر، حطينا زبده الفستق، وحطينا الكزبره. رح يعطونا نكهه رائعه كيف اذا بنزيدهم على الجنجر والسوري والفليفله الحمراء، يعني رح ناخذ نكهه طيبه جدا. اكيد هيدا عم نعملها لانه نحن رح نقدم الرز مع اكلتنا. الرز انا ناطر ماي بس تغلي دغري، رح نزل الرز رح اسلقهم سلق. اوكي هلا خليني زيد شوي ازيد شوي من الماي. كمان استفيد من مرقة الخضرة. يعني هول المكونات رح نحطهم فوق الرز، نرجع بكون هول اللحمة قصيناها وشكيناها، نرجع بنقدمهم كلهم مع بعضهم. أكيد بالفقرة الثانية رح يكون في عنا الدسير رح نبلش فيه نحن وياكم. هلا رح ناخذ بريك ونرجع نشوفكم بالفقرات التالية. رجعنا مثل ما شفتوا اليوم عم نعمل البيف ياجيتوري، اللحمه صارت قدامي، نحن قليناها على كل الميلات باول فقره، حطينا الملح البهار عليها. هلا بعد بدي اقطعها ونشكشكها، وكرمال الياجي يعني الشيش نقدر نحطهم سلايسات مع بعضهم ونشويهم كلهم مع بعضهم. وفي عندنا كمان الصوص اللي عملناها يلي هي هون صارت حده، حطينا بقلبها صويا واويستر وزبدة الفستق، وحطينا عسل وضربناهم بالميكسر مع بعضهم، وكمان عملنا قلية من البصل والجنجر والفليفلة الحمراء، وكمان عم نسلق الرز هلا حدي هون مثل ما شايفين صار جاهز. هول ثلاث مكونات رح يكونوا طبقنا الأساسي. هلا قبل ما أقطع اللحمة في عندي هون شوية مكونات بدنا نعمل البانكيك الجابانيز. رح نحكي عن المكونات شو بدنا. في عندي هون صفار البيض، انا البيض اكيد فاصلين الزلال عن الصفار، هيدا الزلال حدي هون كمان صار. بدنا السكر الحب، في عنا سكر الفانيل، في عنا الحليب، اكيد الفروتس والعسل لاخر مرحله بعد ما نعجن هالعجينه، وكيف الطريقه تطلع هيك فوم كبيره مش البانكيك اللي معودين عليه. اول شيء بدنا نعمله بدنا نحط زلال. اول شيء بنفصل البيض عن الزلال عن الصفار. اوكي اول شيء في عندي هون الزلال، رح دغري روح على الميكسر انا هون. اكيد بدكم طحين وبدكم حليب وبدنا سكر فانيل. هلا هون الزلال رح سقطهم. رح احط لهم انا حاطط تقريبا حبتين زلال، احط لهم ملعقتين سكر. رح نزل الميكسر خليه ينخفق مزبوط يعملوا لي الفوم البيضة.
بهالوقت بعرف صوت وراح علي صوت شوي. راح بالزلال سوري بالزلال بالمكنه هون في عندنا الصفار، صفار البيض راح احطهم هون بالبسين حده او بالجاط. حط شوي سكر فانيل. حليب شوي. سكر. راح فوقهم مع بعضهم. رجع حط الطحين، ملعقة من الطحين. ونص. يعني أنا مثل ما شفتوا دورنا المحركات على الميلتين، هون حطينا الصفار مع الطحين مع السكر الحب مع السكر الفانيل مع ملعتين كبار من الحليب وحركتهم مزبوط. شايفين اللي في الأصفر هيدا الصفار. هون في عندي حطينا نحن زلال البيض مع سكر. رح فرجيكم الفوم اللي عملته أكيد. خليني أجيب ملعقة صغيرة. هيدا الفوم اللي عمله هالزلال البيض، هيدا الفوم اللي بيعمله، هيدا اللي بخلي البانكيك تبين خصوص اليابانية تبين هيك كبيرة، مش من البانكيك معودين نحن نعملها هون بلبنان. فإذا هلا رح أضربهم بعد شوي أنا، رح أرجع هالمكونين مع بعضهم، رح خليهم يرتاحوا شوي صغيرة، بنرجع بنخفقهم مع بعضهم، بندمجهم مع بعضهم، بنرجع هون بالمقلاية بصير نحط ونعمل هالسبونجي للبانكيك. هلا خليني أنا بعد هيك ضربتين صغار عظيم. هلا رح فضي انا اول شيء هون. كان لازم انا غلطت غلطه، كان لازم انخل الطحين قبل ما ازيدهم على البيض. صفى هلا رح ارجع صفيهم بهالطريقه. تهيدا البرغل اللي مبين ما بدي ينزل بقلب العجينه. رح فرجيكم وين هديو بالمصفايه، يعني على طول اذا بتنسوا تنخلوا الطحين فيكم ترجعوا تصفون بطريقه بيعلقوا هيك وين علقوا طالما تطلع مبرغ للعجينه معكم. هلا نجيب زلال البيض نبلش نشيلهم ونضيفهم. على الصفار والطحين والحليب عملناهم.
هلا بسباتول حركهم مع بعض، مش بشريط الخفق، بسباتول كرمال ما تفرط هالطريقة. تصير عجينة مع بعضها. هنا على طول لازم يكون الزلال قد الصفار، يعني نحن افتراضا حاطين ثلاث بيضات، يعني ثلاث صفارات وثلاث زلال مش اكثر. ضل السباتول نحركهم بالطريقه من تحت لفوق. اكيد حاطين سكر فانيلا نحن وسكر العادي، ان هي عم نعمل عجينه بان كيك بدها تكون حلوه. هلا بنريحهم شوي بنرجع بنعجنهم بنحطهم على المقلاية هون. كيف نعمل الكريب او نعمل بان كيك بالبيت نفس الطريقه، بس الفرق انه كرمال لانه بتطلع عجينه رافخه كثير بنحط هيك مي تا البخار تبول المي ومنغطي شوي كرمال يستوي بقلبه، من البخار يفوت على قلبها العجينه تستوي بقلبه. هلا رح ريحها انا شوي صغيره، رح اقطع اللحمه بالفقرة التالية نعجنها نحن وياكم نعملها برزنتيشن مع الفريز والعسل والموز. رح احطها على جنب. هاي الكفوف ونبلش نقطع اللحمة تنجهز. مالنا هاي اللي شافت الانتركوت، فينا نقصها الطريقه اللي بدنا اياها نحن. رح بلش انا اقطع مالنا سلايسات، بدي اياها سلايسات صغار. مثل ما قلنا اكيد قلبها رح يكون ني لانه نحن عملنا لها كفر على كل الميلات وحطينا لها سبايسز. هلا هن بقصوها بهالطريقه ما بيتخنوا كثير مثل ما قلنا لانه بحبوها جوسي اللحمه. فاذا بهالطريقه نحن بنقص سلايسات مش بروشات. يعني مثل ما شايفين سلايس كامل رقيق بحطه على المنقل وبصير يشوها على كل الميلات. جيب انا اوحقه نشك ونحط عليه. كمان بهالطريقة. ما شايفين بدال سلايس مثل ما انه كمان بنحطها عند الباقيين. كمان رح نشكل شقفة شيش الخشب. هيدي الطريقة مثل ما شايفين، يعني سلايس مثل شرحة الشاورما اللحمة بنحطها عند رفيقتها. كمان بسكيورز بنص اللحمة فوت الشيش. نرجع نبدأ بالطريقة. مش بالضرورة ننقي لحمة الانتركوت، فينا حيلا نوع لحمة، بس هيدي للشوي فيها هيك شوية دهون تطلع طيبة وطرية مانا مشكلة. هيدا رح نصغرها شوي.
الله رح ملحهم وبهرهم شوي صغيرة. هو كل شيء بيبقى زيادة ما بينشكوا معنا. هلا بنملح ونبهر، برجع فينا شوي نصير هون على المقلية قدامنا. هلا بفرجيكم كيف نعمل لها جليز من الصوص تبعولها اللي عملناها، واكيد الخضره بكونوا تحتها. حط المقلية هون، نقوي النار، مثل ما قلنا هن باليابان الباربيكو طبعا بكون حجمه صغير هالقد ل 1 بيرسون 2 بيرسون، بشكوا هاللحمه بهالطريقه وصيروا يشوون قدامهم، ما بخلوها ميديوم رير يعني ما بنشفوها كثير. بكون اكيد عاملين لها كفر قبل كيف نحن اشتغلنا فيها، مثل ما شفتوا على الميلات كلها عاملين لها كفر بقلبها. انتو بتحددوا الكويسون بدكم اياها قد ايه بدكم نسبه الاستواء، ما في مشكله فيها. نحن اعطينا اول شيء الطريقه كيف، واعطينا الصوص. هلا رح ندهنها عليها، هجيبها للفرشايه. كيف نحن الفروج بنطفي بالثوم والحامض والزيت، نحن هون رح نطفي مثل ما شفتوا بهيدي الصوص اللي عملناها اللي هي من زبده الفستق والصويا والاويستر، هو الاساس تبعولها. هلا رح شيل بورش من اللحمه حطها، اكيد رح نقدم رز حدا. اوكي هلا بنحطهم بجاط كبير، الرز من تحت، فعنا الفستق كمان رح نحطهم كمان بنطبخهم، فينا نشويهم فينا نحطهم نيين، وفينا نحن عم نشوي اللحمه اللي بحبهم محمصين ما في مشكله. هلا انا مقوي النار على الاخر، اكيد بكونوا فحماتكم مجمرين كرمال لحمه ما تبق ميتها. بس بلش نبرمها على تاني ميله دغري بلش ندهن بالمرقه او بالصلصه اللي عاملينها. كمان هذا الفول الني هو اكيد هلا نحن عم ننكههم كمان، لانه حاطين نحن زبده الفستق كمان بقلبهم، طبعا نستغرب ليه حاطين الفستق، لانه كمان في زبده الفستق بقلب هيدا مع الصويا والاويستر. هلا مثل ما شفتوا انا برمت الشيش، نحن بهيدي الصوص نشيل ندهن كلمة تشرب اللحمة النكهة اللي بدنا اياها. في عنا هون السمسم الأسود الأبيض، يعني هيدي الطريقة رح يتقدموا فيها، رح يكون الرز من تحت، اللحمة، أكيد في بعض الخضرة الفليفلة والبصل والكرات يلي قليناهم كلهم سوا، بنرجع بنحط الفستق يلي محمص أو الني على وجه هيدا الطبق. هلا رح روح بريك ونرجع بالفقرة النهائية، بنشوفكم بعد في البانك كيك الياباني، انتظرونا، موز، الفريز، العجينة اللي عملناها هلا، واللحمة بلشناها شوي، شوفوا الشكل بشهي. هلا رح نظهر بريك ونرجع نشوفكم، انا رح كفي شوي. هلا رح نكفي شوي الانتركوت يلي شكيناهم نحن بالشيش، بلشنا عملنا كم بورشن، رح نكفي شوي هلا. اوكي. شو يعني على الطريقة اليابانية؟ لأن أنا ما كنت معكم بالأول. إيه. قل له شيف يلا. هي الطريقة اليابانية يعني طريقة أول شيء تقطيع اللحمة. اوكي مثل ما شايف سلايسات بتكون، أوكي. يعني ما نحن بالاجمال بس كنا عم نشوي مقطعهم بروشات مظبوط او شقف،
اوكي هن بحبون سلايس هيك تدغري تستوي، لانه طريقه الشوي بيشوها على منقل صغير يعني هيدي تراديشنال عنده يعني أوكي. منقل صغير بيشوها هيك سلايسات ودغري سريعه بقلب سكيورز، مشان هيك نحن حبيناه. وبيعملوا التتبيله او الصوص اللي نحن عملناها ابار هون، حطينا زبده الفستق والصويا والاويستر صوص، حطيناهم كلهم مع بعض وحطيناهم كزبره خضراء كمان. تنقعهم فيها ولا بتشربهم وقت؟ لا هلا هلا رحنا هلا رح ندهنهم بالفرشية فيها. هلا ليه اخترت تشوي هون مش على الشواية اللي بالفرن؟ لانه هون لايف ستيشن، بالشواية جوا رح نسكر وما رح نقشع. هون فينا نتحكم الكويسون كمان كيف بدنا اياها، تقدر كمان تدهن لها، نقدر نعمل لها جليز تبولها كمان نحط لها. اوكي تمام. انا شايف هالاويستر صوص رها عم تجي وتغذي هيك اطباقنا، مثل ما هلا في لنا سنه مع الترافل. مزبوط. فعم تكون كده واللحمه ماده كتير قابله لهالشيء، يعني انا دائما بشوف الريد ميت سبيسيفيكلي بيشرب هو الطعمات، يعني قد ما تزيد له فليفر بضل هيك بيلبق. هم منسقون ونحن هون عاملين الخضره، يعني على طول بنبلش هون في فليفله وبصل وكرات. مزبوط. حطيت لهم شوي انا من الصوص هيك طفيتهم بالصوص تيشربوا الصوص تبعوله. راح احط الرز، نرجع نحط الخضره، نرجع نحط هالسكيورز. هذا الرز البسمتي هون غير شكل، بس كل حبه فليفله وبصل كرات. شو كرات؟ كرات يعني من فصيله البصل هيدي. اوكي اوكي اوكي. هلا عم نعمل الدسير البانكيك الياباني. صح هيك بيكون الفوم تبعهم. شو المكونات؟ اكيد حطينا زلال بيض. اوكي صفار البيض، نضرب الزلال لحاله تعمل لنا هيدي الفوم. نرجع بندمجهم مع الصفار. اكيد حطينا سكر وسكر فانيل. الفوم بيساعد انه ترفخ، بصير الشكل هيك بصير الشكل اللي حدك اليو. اكيد عطول نحن هلا نغطيها شوي كرمال تنطبق على البخار تطلع طعم الفوم، وفينا نحط هيك نقطتين مي بعد شوي كرمال تستوي بقلبها وترفق اكثر على البخار. صح مشان تطلع. هلا اللحمه رح تسويها على الاخر ولا تتركها شوي؟ هلا كل واحد كيف يحب. هلا هذيك تقريبا صار ويل دان، هو اللي هلا بعده ميديوم بدها فينا. هلا انا ريسنتلي انا كنت كل شيء ويل دان بحبه، بس ريسنتلي كنت بمطرح وكانت اللحمة كتير طيبة، ونصحوني يعني أصحاب المحل ما قبلوا هني يقدموا لي إياها هيك، قالوا لي إذا ما حبيتيها ما تاكليها. أوكي. جربتها ومن وقتها اكتشفت إنه عن جد بس تكون the quality of the meat طيبة، كل ما بتكون جوسي أكثر يعني قلبها زهرة يعني ميديوم، كل ما تستطعم بطعمة اللحمة أكثر، وقالها بعدين بتصير طعمة شويط أو حريق. فهمت عليك. أنا بعدني لما وصلت للمرحلة بعدني على الوالدة. بدك تجرب مثل ما أنا جربت لتغير رأيك. خصوصي عليك. مطبخ الفرنساوي على طول اللحمة يعني حرام تتاكل هي أكثر صح من ميديوم ميديوم رير، لأنه بيكون عم ننزعه الوالدان. هلا عم نحط الرز البسمتي. بيستعملوا باليابان رز بسمتي؟ اكيد في مشكله. بالنسبه لي يمكن اكثر رز بيشهيني بالشكل للاكل، حتى ريحته مميزه بتصدق. وفي كمان الجازمين رايس انا بحبه كثير، اول مره بسمع به. بتبقى ريحته في عطر. ليه اسمه جازمين رايس؟ لانه في عطر الياسمين والله. ولونه ابيض من الرز العادي. أوكي. بيكون طيب كثير. موسوعة رها اسم الله. على قد ما بنجرب قصص اليوم الصبح تبع حضاركم بخصوص الملح وال ايه شو رايك بالموضوع شاف الملح؟ في له اصوله الملح. اكيد اهم شيء نحن صرنا عارفين وحكيين انه كل شيء باعتدال، واهم شيء الملح ينطبخ، يعني هول الاثنين ستيب لازم نمشي فيهم دائما. اوقات حتى الفرايز البطاطا المقليه بنصحوا انه تتملح قبل، يعني وقت مع انه بتشرب زيت اكثر، بس ما بعرف اي في وجهتين نظر. انا معلومه بعرفها مأكدة منها كثير، لازم تتملح بعد ما تنشال من الزيت، لانه الملح بأكسد مع زيت القلي بيعمل ماده توكسيك. ايه يعني دائما الملح بدك تحطه من بعد ما تشيل من الزيت، لانه أوكي. بيتفاعل الملح مع الزيت. هاي بعرفها مأكدة منه. هو لرشه السمسم على يون. شايف انت الملح على اي ستيب بتحطه بالاكل؟ على بدايه الاكل ولا باخر الاكل؟ على طول الملح، يعني تقريبا الملح، يعني هو الملح اذا بنحط عن ايتم بكون ناي بعده ونحط الملح دغري بيفرز ميته. نحن يعني بس كونوا تقريبا صاروا مرحله يقطع حراره معينه. واذا عم تطبخ
بالطبخ طبعا بس كون عم تطبخ حيلا شيء اليه او حيلا شيء بس غير لونه او تبلش بتملح كوكينج بنحط اوكي تقريبا يعني بالنص لما بنقول بدي باهر وملح الطبخه بكون استويت اللحمه او استوى حيلا انجريدينت موجود. هلا رح احط حطينا السمسم اخر شيء شكله بشهي هذا الاسود حبه البركه وريحه المارينيشن هو اللي حبه البركه وسمسم الابيض. هي خلصنا منكون البورشن القلي هيدي خلصت منشيلها على جنب خلي عندي اوكي. هلا هون رح شكشكون نعمل ديزاين. هلا صار وقت التقديم الشكل. منظر كثير مشهي. بانكيك شو وضعه هون نسيناه؟ يلا بانكيك هلا رح يصير سوري رح نعوز نقلبها صح؟ هلا رح احط انا هيك ليتبخروا وخلوه يرفخ شوي نرجع نسكر عليها هلا من البخار بخليها تستوي بقلبه. اكيد الصوص فينا نستخدمه نرجع اذا بدنا صح؟ صوص فينا نزيد صح؟ فينا نحطهم على جنب ما بأثر. فعنا هيدا بيناتس هو نايل الفستق صح؟ فينا ناي وفينا نطبخون فينا نشويهم بس انا بفضل ناي اليوم. بلاحظ انه الفستق ناي فيه طعمة سويت صح اكثر من المحمص. ما بعرف اذا لانه بيرجع بيتملح ولا بيروح منه ليك هالشيء بيعتمد يمكن على نوع الفستق يعني مثلا مثل هيدا هيدا لونه ابيض اذا بتلاحظ مزبوط في اللي بيجي اغمق شوي هيدا واحد رح نسبه ولا ما غلطوا المتصلين اليوم الصبح العاف لما قالوا جد اسم الله عليك قالوا ليك بعد سنه على الهواء عن جد بصير فكر انه قد ايه عم نتسقف بمورنينج توك صار عندنا مخزون كثير كبير نتمنى هالشيء يكونوا المشاهدين كمان عم ياخذوه لانه هالقد بصير عندك معلومات بتصير الاحلى انك خلال حياتك تطبقهم وتحس بفرق كبير يعني مزبوط بتكون كثير عم تحس بقيمه المعلومه وتاثيرها على حياتك هيدي الشغله كثير مهمه انه نتثقف على كل المواضيع توفر عليك كثير عذاب. هيدا رز هيدا خلص؟ هيدا خلص يس على التيستينج سلم ايديك سلم ايديك انت انا ما عملت شيء يا هيدا اكبر دليل انه مش منشفه اللحمه صح هيدا شايف ال This is perfect والبانكيك باخده ولا بدك تزيد شيء لا بدنا نزيد موز والستروبري ايه طب اوكي لكن يلا يلا سوي نساعدك بشيء نحن خليني هون حط ال هول الكزبره هون رح احط كزبرة ما في آلية الخضرة رح نحط نستعمل الصوص اللي عملناه ايه مش غلط ريحته كثير طيبة تذكرت بما انه في لحمة في نوع ملح بينحط مع الستيك ليخليه يسحب الدم او يشرب منه الدم شو بيجي شكله خشن بس مش الملح الخشن بعتقد اسمه اذا ماني غلطانة كوشر سولت اوكي صحيح كي او اس HER حتى هيدا النوع الملح نحن اذا السمكه بدنا السمكه الجرافلاكس السومو اذا بدنا نطمرها بهيدا النوع الملح كمان ساعتها بتتجفف وبصير فيها يعني كلها اوقات بيقول بيشوى على يعني بولعوا الملح من برا بتفوت الحماوه اذا ماني غلطان ذا سيم كونسبت تبع السمكه كيف وقتها بتبقى مغلفه مزبوط. بالملح إيه هو هذا نوع الملح اللي عم نحكي عنه اللي بيتماسك كله سوا صحيح يو هيدا كمان كمان ده يو بساعدك اوكي يكون بعد في البانكيك عملنا البانكيك بتعرفي يمكن اكسايتد اكثر شيء لاني ادوق الصوص ايه شوف التويست كل مره بوصل لنفس الفكره بانه اكله بلا الصوص بتبقى ناقصه هو صح. اللي بيغيرها كلها يعني الاساس الفليفر هلا العسل العسل على البانكيك على البانكيك نرجع نقشر بدك نقلب هون شيء يلا دقيقتين بس اوكي بعد بس فينا شيل الغطا عنا زمان بنشيل الغطا هون رح احط العسل على كل اللوحه لانه بتوزع
هلا مخفف النار تحت لهالقد اخذت وقت صح؟ ايه مخفف على الاخر انا بس حطينا المي مشان ما تحترق هي الكونسبت تبعها لانه يمكن بترفخ على البخار مشان هيك حط مي. Apparently. هيدي كمان فكرة دسير جديدة وفينا نعتبرها هيلثي شوي إذا يعني العسل طبيعي لكي حليب وبيض وطحين يعني حطينا ملعقة لكل هالكمية ملعقة صغيرة يعني في بروتين وفي الفيك وبتبورد كمان شوي بالصيفية ما استعملنا لا زبدة ولا زيت لا لا ما في صحيه اكيد في بس السكر بالنسبه لرهف كل شيء بلا زبده وزيت و ليك لما نخربت بس لانه زيت الزيتون لا زيت الزيتون ما بيطبق عليها شيء لانه اتس جود فات الجسم كمان بحاجه لجود فات اليوم حسيت كثير عم نظر انا من الصبح معلومات كثير نحن بنعرض هي بتروح بتوقف لا وال فريز والزون صراحه شاف كنت الصبح اول شيء اعمله قبل التروية اني اشرب قهوه عرفت رهف بالموضوع وما قبلت كفي بهيدا اللايف ستايل ابدا ترويقه ابدا طيب خبرني انت قد ايه ارتحت بس غيرت هلا ارتحت من ناحيه انه النشاط يلي عندي اللي كنت عم جرب اخده من القهوه الصبح عم بقدر اخده من الترويقه يلي عم تعطيني جود انرجي وبتضايقني اكثر من ساعه اللي هي القهوه اللي عم تعطيني مزبوط وفيك بعدين تاخذ الكافيين ليتر اون بس تكون اكلت الإفكت تبعه بيكون مش مأزي على الجسم ومثل ما قلتي لي انه الكورتيزون بيعلى شوي ايه هرمون كورتيزول الصبح بيكون كتير عالي فبس تعطيه كافيين اول شيء بتغذي بيعمل امبالانس لكل البقوة الهرمونز بالجسم صح يو هلا فينا نحط الايس كريم فينا الشوكليت فينا نزيد قد ما بدنا مزبوط شو بدنا واحد فينا الشوكليت شيبس يعني فينا نحطها بس احنا حطينا اشياء هيك صحيه بيرفكت بلا شيء صرت حاسه انا انه لازم اجي ضيفه شي مره إلي على كثر الاسئله فينا اليوم استقبلك رهف عن جد مش معقول هيك بنكون خلصنا يلا ثانك يو شيف فادي يعطيك العافيه هيدي الصوص حطها هون بالنص تمام هذا بده يزيد ميرسي ريحه بتشهي إن شاء الله تكون قدمنا لكم هيك فكرة جديدة لوصفتكم اليوم تتبعوها صح هي البيف أونتركوت الطريقة أول شيء شمعنا فيها اللحمة اللي هي 800 جرام كانت شمعناها كل الميلات حطينا الملح البهار أسود رجعنا قطعناها سلايسات حسب المطبخ الياباني كيف يحبوها وجعنا شويناها نحن هون قدامنا على المقلية جعنا عملنا الرز طبخناه سلقناه سلق يعني اليوم سلق غلينا الماء مع الملح حطينا الرز جعنا حطينا الفستق المانو مشوي ولا مقلي ولا شيء الناي وعملنا صوص الصوص اللي هي زبدة الفستق وفيها الأويستر فيها صويا قصة كلها هون كمان في عنا بالطبق الثاني حاطين نحن البصل والفليفلة والزنجبيل الفريش كمان قليناهم مع بعضهم رجعنا طفينا منهم طفينا الصوص فيهم حطينا هيك شوية صوص عليهم كرمال هيك يطلع لنا المرقة الطيبة وأكيد هول الكرات هول الضلوع الكرات الخضر هول مش للأكل بس للزينة ورجعنا على اللحمة حطينا السمسم حبة البركة كرمال هيك نعطيهم شكل حلو شكل كمان بيعطونا طعم السمسم طعمته كثير طيبه بالاكل كثير عن جد اخر شيء الجابانيز بانكيك التريك تبعه هي الوحيده انه بيضربوا الزلال البيض لحالهم بيخفقهم فيهم تسيروا فوم كبيره دجاج شفناها على الهواء بنرجع بنزيد عليهم صفار البيض مع ملعقه صغيره من الطحين وحليب وسكر جابانيز بانكيك بتعرف هلا تذكرت لانه كمان في كيك تشيز كيك جابانيز تشيز كيك كمان بيجي نفس الفكره كانه سبونج صح ايه هيك مفروض الفرق انه التشيز كيك فينا نعملها مثلا نحن ثقب بقلبها ننزل فيها الجبنه تشيز كيك بقلبها وتطلع غير الطريقه بس انه يلا جماعه الجاي حطينا الستروبري والبانانا وطفيناها بالعسل تنضل كل شيء صحي فينا نحط الشوكليت فينا ايس كريم قد ما فينا اسمعنا اليوم دكتوره رهف ما بتصحى نكون هيلثي ما فينا نزيد عن زي لازم نكون هيلثي بس نستمتع بكل شيء لانه الاكل هو من ملذات الحياه مثل ما قالوا كثير المتصدين اليوم الصبح اليوم انه يعني المفتاح او الفكره انه نعتدل لكمان ما نحرم حالنا لانه اصلا مبدا الحرمان هو
كتير غلط لأنه أنت بك تجي بيوم من الأيام تعمل ردة فعل عكسية 100% يعني. فدايما الاعتدال المهم. ميرسي لكم. ثانكيو مش بس على بقى اليوم إنك تهتم بصحتنا وبغذائنا وتعملنا أكل طيب. نحن الكل عم نستفيد. ميرسي. سلام دياتك. دهف وصلنا لختام حلقة اليوم. يس. كتير انبسط أنا وياك. بنتمنى أكيد المشاهدين مش بس يكونوا انبسطوا يكون فدناهم بمواضيع اللي عم نقدمها يومية خلال حلقتنا. موعدنا بيتجدد مثل ما بنقول دائما لأنه ما بنشبع قد ما ننبسط بالتواصل معكم إن كان بالتوبيك وبكل الفقرات وضيوفنا اللي بنتعرف عليهم. كونوا على الموعد بكرة مع زملائنا الساعة 8. بدي أقول لكم بليز سوقوا عمهلكم على الطرقات، الحوادث كتير عم تكتر والسرعة ما بتوصلكم بكير، بالعكس السرعة بتأخركم على محل اللي أنتوا رايحين عليه. فانتبهوا على الطريق ومنلقاكم بخير. باي باي, باي. باي.